السلام عليكم وياكم هيثم. اليوم راح نبدل ديسكات خلفية لسيارة سوناتا 2011. فبالبداية نرفع السيارة طبعا، نتكمها، نوخر التاير، نجيب هذا البخاخ مال الصدع. حتى ذا البراغي انه صعبة يصير سهلة علينا، لكن هي البراغي سهلة. هنا انا برغي واحد قياس 12، خلي الراجز وراها نسحبه، بسيط ما بي اي مشاكل. وراها نفرها باليد لان يعني الراجز مو اصلي، فيقوم يفتر هيجي يرجع الفتش، بس نقلبه هيجي. نجي هنا أنا شفنا انه شو اسمه اكو هنا هاي اللاستيكه طالعه، هاي الشغله مو زينه، اذا يفوت تراب هنا يتاذى الفتش. نجي على الديسكات او البريك باد، نشوفها انه يعني تقريبا انه زينه ما تستحق تبديل، لكن قال لي انت بعد هاي بعد فتحنا بدلهن. المهم فانه بدلناهن. طبعا هذا ابو المي اللي بصفي طش علينا مي، واحد اجى يدير مي، شو هذا يدير المي بالقاعس. المهم هسه هاي اللاستيكه طبعا هي صعب ترجع لمكانها. هنا انه نفخت عليها بالكمبريسر حتى انه يتنظف التراب، لان اذا فات تراب جوا المكبس هذا ممكن انه يتاذى او يلطش او يشخط ويصير فيه ليك، يعني يصير فيه هواي مشاكل. ومن هم يفوت التراب جوا اكو رينج او اورنج داخلي هم ممكن يتاذى، لكن احنا نظفناه على قد ما نقدر، حاولت ارجعه على قد ما اقدر. لكن اذا تريد ترجعه تمام لازم تفسخ الفتش كليته، واللي هو مالنا خلق نسويه. فندفع بعدها المكبس هو هذا نفسه، نوخر البرغي اللي رجعته بمكانه حتى ما يضيع، ونرجع نشد البرغي هو نفسه اللي قياسه 12. لحد هسه احنا ما في شيء، يعني هو بسيط ماكو اي شيء بعد ممكن نضيفه، بس انه نضب البرغي شويه ونتاكد انه الفتش انه جاي يتحرك بسهوله. بعد ما نحركه انه نروح ندوس بريك حتى يرجع يثبت بمكانه، ما نريد بيه حركه. وهذا كان كل اللي عندي، وشكرا، في مال الله.